السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا معلومات غريبة عن الحيوانات. تستطيع النحلة أن ترفرف بجناحيها بمقدار 200 مرة في الثانية الواحدة. تمتلك ذكور الكلى عضوين ذكريين، بينما تمتلك إناث الكلى مهبلين. يزن الباندا عند ولادته حوالي 113 جرام فقط، وهو حجم أصغر من حجم الفأر. لا يتناول الطائر الفليمانكو طعامه إلا إذا كان مقلوب الرأس. يمكن لجرام واحد من سم أفعى الكبرى قتل 150 إنسانا دفعة واحدة. يعد الخفاش الحيوان الوحيد بالفصيلة الثدييات الذي يستطيع الطيران. لا يمتلك الخفاش القدرة على المشي، وذلك بسبب الرقة العالية لعظام ساقيه. تعد إناث الفيلة وإناث الحوت الأحدب من الثدييات الوحيدة التي ينقطع عنها الطمث. تستطيع الأبقار النوم وهي واقفة على قدميها، ولكنها لا تستطيع أن تحلم إلا إذا نامت وهي مستلقية. تتمسك ثعالب البحر بأقدام بعضها أثناء نومها حتى لا تجرفها المياه بعيدا عن بعضها. وأشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.